وأما عن هديه صلى الله عليه وسلم فكان أحب الألوان إليه الأبيض، ويقول صلى الله عليه وسلم: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وأما عن لباسه فكان يلبس ما تيسر صلى الله عليه وسلم، من الصوف تارة، ومن القطن تارة، ومن الكتان تارة. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه صلى الله عليه وسلم، وكان متوسطا في لباسه. يقول بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار، لأنه قصد بذلك الاختيال والفخر والخيلاء فعاقبه الله سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما عن طعامه صلى الله عليه وسلم فكان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. قالت عائشة رضي الله عنها: وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك صلى الله عليه وسلم أكل الضب لما لم يعتده. وأما عن صفة أكله صلى الله عليه وسلم فكان معظم مطعمه يوضع له على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وكان لا يأكل متكئا، وكان يسمي الله تعالى في أول طعامه ويحمد الله تعالى في آخره. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه. وأما عن مشربه صلى الله عليه وسلم فكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما. كان أكثر شربه صلى الله عليه وسلم قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود، يجوز الشرب لعذر يمنع من القعود. وكان إذا شرب صلى الله عليه وسلم ناول من على يمينه، وإن كان على يساره من هو أكبر منه. وأما عن هديه في النكاح والمعاشرة فقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقسم بين نسائه في المبيت والإيواء والنفقة. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي من نسائه شيئا. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأمصار يلعبن معها، وكان إذا هويت عائشة شيئا لا محذور فيه تابعها عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن، وربما كانت حائضا رضي الله عنها، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها. وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، وسابقها صلى الله عليه وسلم في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع بخروجهما من المنزل مرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد رضي الله تعالى عن أمنا عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وقدم لم يترك أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والانتباه أنه إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار. وكان إذا انتبه من نومه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أوله في مصالح المسلمين. كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. كان نومه صلى الله عليه وسلم أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم. وأما عن هديه صلى الله عليه وسلم في معاملاته، فكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، وكان صلى الله عليه وسلم يوري ولا يقول في توريته إلا الحق، وكان صلى الله عليه وسلم يشير ويستشير، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. وسمع صلى الله عليه وسلم مديح الشعر وأثاب عليه، وما مدح به صلى الله عليه وسلم جزء يسير من محامده، أما مدح غيره من الناس فأكثره الكذب. وخصف نعله صلى الله عليه وسلم بيده، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه وحلب شاته وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد صلى الله عليه وسلم. ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة. أضاف صلى الله عليه وسلم وأضيف. احتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه وفي الأخدعين والكاهل. تداوى صلى الله عليه وسلم وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي، وحمل المريض مما يؤذيه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا ودينا قضى خيرا منه صلى الله عليه وسلم. وأما عن هديه في مشيته صلى الله عليه وسلم، كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها، كان أسرع من أصحابه مشيا ويجهدهم اللحوق به، وكان يمشي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، كانوا رضي الله عنهم يمشون بين يديه وهو خلفهم. كان صلى الله عليه وسلم يماشي أصحابه فرادى وجماعة. وأما عن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه صلى الله عليه وسلم كله ذكر لله عز وجل، وكان في ذكر الله وما ولاه. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله إذا استيقظ من النوم، وإذا استفتح الصلاة، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل المسجد، وفي الصباح وفي المساء، وعند لبس الثوب، وإذا دخل المنزل أو خرج منه، وعند دخول الخلاء وقبل الوضوء وبعد الوضوء، وإذا سمع الأذان، وعند رؤية الهلال، وقبل الأكل وبعده، وعند العطاس. كان يومه صلى الله عليه وسلم ذكرا لله عز وجل. وأما عن سنن الفطرة، فقال صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، ونسي الراوي العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، في لبس النعل يلبس اليمين، وترجله في مشطه لشعره يبدأ باليمين، وطهوره وأخذه وعطائه. وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما،
ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل. وكان يستاك صلى الله عليه وسلم بعود الأراك. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب ويحب الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يوفر لحيته ويحف شاربه. يقول صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. ووقت صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار 40 يوما وليلة. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. وأما عن كلامه صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. لم يكن يتكلم صلى الله عليه وسلم في غير حاجة، وكان يتكلم بجوامع الكلم. كان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صلى الله عليه وسلم. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا صلى الله عليه وسلم. وأما عن ضحكه فكان صلى الله عليه وسلم يضحك التبسم. كان كل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. وأما عن بكائه صلى الله عليه وسلم فلم يكن يبكي بشهيق ورفع صوت، ولكن تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. وأما عن خطبته صلى الله عليه وسلم فكان يخطب على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة. يقول جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.